محمود ابو السعود. وريني رجاله والله. طاهر يفتح اللعب عند افشل، عايز يلعب الكره العرضيه عند مودست، حلوه العرضيه، فاروق كابور يطلعها، وفاروق نور الدين ترجع مره ثانيه عند محمد شاوي غريب، عايز يلعب الكره الاماميه، تترد من محمد شاوي، رمي التماس لصالح النادي الاهلي، امام عاشور، ولكن في تبديل، تبديل المره دي مين للاهلي؟ هينزل اليو ديانج وينزل كريم فؤاد ويطلع افشا، افشا طالع، نازل اليو ديانج اللي سجل في لقاء المولين السابق، هيطلع احمد عبد القادر، وكريم فؤاد اللي سجل امام النادي المصري، كان نزل ايضا كبديل. ادي التبديلين، هيطلع اكيد امام عاشور يلعب لقدام، وديانج اهو بتبان على طول، ديانج نزل كلم امام عاشور، اطلع انت العب 10 مكان قفشه، وانا وكوكا هنلعب 8 ده الكلام بعد نزول اليو ديانج، بعد نزول المالي.